إطار الاجتماع اللي احنا قائمين عليه الآن، اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حقيقة دور الإعلام بيبرز هنا على مخاطبة الرأي العام الإفريقي، لأنه هذا الاجتماع بيتخطى أفق الاجتماعات التقليدية، لأنه رؤساء المحاكم الدستورية وأعضاء هذه المحاكم على مستوى القارة الإفريقية بعضهم بيتبوأ المركز الثاني مباشرة تاليا لرئيس الجمهورية. في الإطار ده أيضا بيهمني أن أنا أوجه كل الشكر وكل التقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يرعى دائما هذا الاجتماع منذ دورته الأولى حتى هذه الدورة. أيضا بقول أن إحنا هنحمل مفاجأة حقيقية في هذا الاجتماع، هذه المفاجأة تتمثل في وضع آلية مستمرة بين الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع للتباحث طوال العام. الرؤية الأساسية التي اتفقنا عليها برئاسة معالي بولس بيه أن يكون لهذا الاجتماع طابعا علميا صرفا، وأن يكون هذا الاجتماع بمثابة وسيلة للتواصل العلمي والتنمية العلمية حتى يتوطد الدور الرائد لمصر في المجال الدستوري الذي تخصصنا فيه. وقد اخترنا برعاية معالي بولس بيه موضوعات هذا المؤتمر متمثلة في النقاط الآتية باختصار شديد. الحاجة، الجلسة الأولى خصصناها لدراسة الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة. الموضوع الثاني الذي خصصنا له الجلسة الثانية يتعلق بالحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين. في الجلسة الثالثة خصصناها للضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة. في الجلسة الرابعة نتحدث عن دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية. الجلسة الخامسة تعاملنا فيها مع العدالة الاجتماعية من منظورها الاقتصادي. هذه كانت المحاور الرئيسية التي يدور حولها اجتماع السادس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية ورؤساء المحاكم العليا أيضا. ذلك الاجتماع الذي يشرفه الحضور 40 دولة أفريقية وأكثر من 51 رئيس محكمة دستورية ومحكمة عليا ومجلس دستوري إفريقي و60 قاضيا بتلك المحاكم في سابقة لم تحدث من قبل على مدى الاجتماعات الخمس السابقة، بما يدل بجلاء على حرص دول القارة الإفريقية على المشاركة في ذلك الاجتماع رفيع المستوى، إيمانا منها بأهميته ودوره البالغ في دعم التعاون بين دول القارة الإفريقية.